اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم اولى الفقرات وهي فقره اغلفه الصحف الاعلاميه علشان نشوف ايه اللي اتكتب وايه اللي تم الاشاره ليه في الصحف الاعلاميه اللي موجوده في انجلترا وايطاليا واسبانيا والمانيا وايضا فرنسا. فنبدا مع حضراتكم في الصحف الانجليزيه ونبدا بالتليجراف ونشوف كاتبين ايه. اول خبر مكتوب وهو عن رحيل رانييري. رانييري طبعا يرحل عن فولهام، وطبعا ده كان الخبر الرئيسي والاساسي في مجله التليجراف. رانييري واحد من اساطير التدريب العالميه، حقق البطوله المستحيله والصعبه مع فريق ليستر سيتي، لكن هو ده حال كره القدم. وايضا مطالب دخية، حارس اليونايتد يريد الحصول على 500,000 جنيه استرليني في الاسبوع لتجديد عقده اللي بينتهي في نهايه الموسم الحالي. الجارديان الإنجليزية، رانييري يبقى رجل رائع لكنه غير محظوظ. بول ويلسون عن إقالة رانييري من فولهام، وصرح وقال إن طبعا إنه رجل محظوظ زي ما قلت لحضراتكم، لكن يبقى في الآخر إنه هو مدير فني رائع جدا. والقضية أغلقت تشيلسي بينجو من العقاب بشأن هتافات معادية للسامية. نروح للميرور الإنجليزية، ومانشستر يونايتد يخطط لنسيان التحدث لمدربين آخرين بعد عمل سولشاير المذهل، وبالتالي سولشاير هو المرشح الأول وبقوة لتدريب اليونايتد من الموسم القادم بعقد دائم وليس بعقد مدير فني مؤقت. وأيضا الميرور الإنجليزية أشارت إلى رانييري يقال بعد 17 لقاء. نروح للديلي ميل، وفولهام يقيلون رانييري بسبب طريقته التدريبية القديمة. بصراحة تصريح لو هو صحيح يبقى فيه نوع من أنواع عدم الاحترام لمدير فني كبير في عالم كرة القدم وهو كلاوديو رانييري. طريقة قديمة، طريقة جديدة، أنا ليا بالنتائج، هو ما وافقش بالنتائج، دي حاجة على جنب، لكن طريقة التدريب بتختلف من مدير فني إلى آخر. اسبانيا، ونبدا بالماركا والانفجار في النهائي. انفجار طبعا كوبا ديل ري او كاس ملك اسبانيا، ان بعد ما برشلونه صعد الى المباراه النهائيه، فالنسيا ايضا بيتاهل لنهائي كاس ملك اسبانيا بعد الاطاحه بريال بيتيس في عام الاحتفال بالمئويه بهدف رودريجو. وتيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي يريد استثمار اللحظات العظيمه التي يعيشها البرازيلي فينيسيوس جونيور للمباريات الودية. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان تم استدعاء فينيسيوس جونيور للمنتخب البرازيلي الاول، وبالتالي يصبح ثاني اصغر لاعب يشارك في تاريخ البرازيل بعد الاسطورة بيليه. وراموس تم ايقافه مباراتين في دوري الابطال بسبب مباراة اياكس امستردام، هنقول لحضراتكم بالتفصيل في فقرة الاخبار. موندو ديبورتيفو ايضا العقد المذهل، طبعا بتتكلم على برشلونه وارقام عظيمه جدا في مواجهات ريال مدريد. طبعا منذ موسم 2008-2009 برشلونه انتصر في البرنابيو 10 مرات، وحتى عام 2003 برشلونه انتصر في معقل ريال مدريد 13 مره. يعني بنتكلم من 2008-2009 برشلونة انتصر 10 مباريات في المباريات الكلاسيكو، حتى عام 2003 برشلونة انتصر في معقل ريال مدريد 13 مرة. وأخيرا طبعا جوردي ألبا يجدد عقده حتى عام 2024 مع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو. سبورت الأسبانية، طبعا مندفعون لتحقيق الثلاثية، ده إشارة إلى فريق برشلونة بعد ما فاز ببطولة أو فاز بمباراة كأس ملك أسبانيا ومتصدر بطولة الدوري الأسباني وأيضا ماشي بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا. برشلونة بيسعى إلى تحقيق الثلاثية، وبرشلونة لازال في الطريق الصحيح لتحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم. والفريق الكتالوني يريد أن يحسم الليجا غدا من معقل ريال مدريد لكي يتفرغ لدوري أبطال أوروبا. طبعا خبر قوي جدا، طول ما فريقك كسبان لازم تصرح ولازم تعيش اللحظه اللي انت منتصر فيها، علشان لو حصل حاجه سلبيه هيبقى كل الموضوع فوق دماغك وهيكون في لوم كبير جدا جدا
على برشلونة أو الصحف الأسبانية، والعكس صحيح بالنسبة لريال مدريد، وهو ده حال كرة القدم والمتعة الحقيقية لكرة القدم، وهي دايما المنافسة الشريفة ما بين كل الفرق اللي موجودة في كل الدوريات. سوبر دي بورتي الأسبانية، نحن ذاهبون إلى إشبيلية، ليلة رائعة في ملعب المستايا، حيث تأهل فالنسيا إلى نهائي كأس ملك أسبانيا بالانتصار بهدف نظيف على ريال بيتيس. أخيرا أو لسه معانا خبر كمان لسبورتي الأسبانية، ألبا سيستمر في الجبهة اليسرى للبارسا إلى 2024. أخيرا أس الأسبانية راموس الصادق، طبعا بتتكلم على إيقاف سيرجيو راموس مدافع وكابتن فريق ريال مدريد لقائين في دوري أبطال أوروبا. اليويفا يعاقب راموس بأكثر من مباراة لتعمده الحصول على بطاقة صفراء، وفي حالة إقصاء ريال مدريد لفريق أياكس أمستردام، وأنا شايف أنه هو خلاص ريال مدريد رسميا في دور الثمانية، فوز مهم جدا خارج ملعبه في ملعب أمستردام مارينا على فريق أياكس أمستردام هيساعده كتير جدا في المباراة اللي هتكون الأسبوع القادم أو الأسبوع الحالي أمام فريق أياكس أمستردام في سانتياغو برنابيو، أن في حالة إقصاء فريق ريال مدريد لفريق أياكس أمستردام سيغيب عن ذهاب الدور ربع النهائي. إيطاليا وصحف إيطاليا وكلام كتير جدا دايما بيكون في إيطاليا ومشاكل من أكثر الدوريات اللي فيها مشاكل في العالم، الدوري الإيطالي. توتو سبورت الإيطالية، تدعيم الفريق من أجل رونالدو وثورة في ريال مدريد والهجوم على مارسيلو وإسكو، الهجوم على مارسيلو وإسكو بسبب أن الاثنين يعني عايزين وبقوة أن هم يخرجوا من فريق ريال مدريد الموسم القادم. مارسيلو على أعتاب التعاقد مع اليوفنتوس، وإسكو لسه هيحسم مصيره من حيث إيه الفريق اللي هينتقل ليه، ده لو ما جدش أي جديد خلال الموسم الحالي. كوريري ديل سبورت الإيطالية، المدرب يحتفل ببيريزيتش ويهاجم ماورو، طبعا احنا بنتكلم على انتر ميلان، انه بنتكلم انه بيتحدث ان المدير الفني لفريق انتر يتحدث فقط لاولئك الذين هم في الميدان ولديهم انتر في قلوبهم. واضح جدا ان طبعا اسباليتي يعني بدا ان هو يفرق في التعامل مع اللعيبه فعلا اللي قلبها على فريق انتر ميلان واللي فعلا عايزه تعمل حاجه للنادي الكبير والعريق، واللعيبه الثانيه اللي مش فارق معاها اي حاجه غير نفسها وفقط لا غير. بعض من يتخذ القرارات لا يحب النادي او الالوان، وانتر اليوم هيلاعب كالياري الساعه 9:30 بتوقيت القاهره. لا جازيتا ديلو سبورت الايطاليه، اسباليتي حب الانتر فقط لاولئك الذين يتدربون ويلعبون، وماورو على الانستغرام انا مصاب ورفضت العروض واولئك الذين يقررون يجب ان يحترموني. طبعا بتتكلم على ماورو ايكاردي والمشاكل الكبيره جدا اللي في انقسام ما بين ماورو ايكاردي متمرد وماورو ايكاردي يعني بيستكبر او مش عايز يكون موجود مع الانتر الفترة القادمة. طبعا في موضوع كتير حضراتكم متابعينه لكن هفكر حضراتكم بيه تاني، ان ماورو ايكاردي المدير او مدير اعماله هو زوجته او 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 صديقته، وبالتالي ماورو ايكاردي عنده مشاكل كبيرة جدا بسبب صديقته او زوجته اللي موجودة معاه حاليا لا تتولى كل شيء، وده يعني بيعمل حاجتين، بيعمل مشاكل مع الاندية اللي بتكون تتعاقد او اللي عايزة تتعاقد مع ماورو ايكاردي، أو في تجديد تعاقده مع إنتر أو تمديد تعاقده مع إنتر خلال الفترة القادمة. لكن أنا بقول لحضراتكم إيكاردي ممكن نشوفه في يوفنتوس الموسم القادم. النادي غاضب من إيكاردي ولكن النادي اختار عدم الرد. أخيرا والصحف الألمانية وصحيفة فاز وكلامها على بروسيا دورتموند، وستيفان رويتر يثق في تتويج بروسيا دورتموند باللقب، وطبعا ده بعد تصريحات لاعب أسود الفستيفال السابق واللي أكد ثقته على الفوز الفريق بلقب البوندسليغا. الدوري في ألمانيا مشتعل جدا 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 يعني، لكن أنا شايف أن البايرن ميونخ بشخصية البطل أعتقد أنه هو يعني إلى حد ما ممكن يضغط على فريق بروسيا، لكن في الآخر الملعب هو اللي أي حد عايز يرد بيرد من داخل الملعب. شفنا المشاكل اللي موجودة في إيطاليا والكلام اللي موجود في إنجلترا وايضا الاحتفالات اللي موجوده في اسبانيا، لكن في المانيا بيبقى الوضع دائما هادي جدا بعيد عن كل المشاكل اللي بتبقى دايما في كل الدوريات العالميه، لكن ابرز الدوريات اللي بيكون فيهم الجدل الكبير جدا هم انجلترا واسبانيا وايطاليا. هنروح معاكم ونفكر
طبعا لجداول الترتيب، وناخد دوري دوري ونبدا معاكم بالدوري الانجليزي، ونفكر حضراتكم بترتيب الخمس فرق اللي موجودين في المقدمه. المركز الاول فريق ليفربول ب 69 نقطه، وفارق نقطه واحده فقط عن مانشستر سيتي اللي موجود في المركز الثاني ب 68 نقطه. اما توتنهام وسبيرز اللي بعد شويه بعد الخساره امام نادي تشيلسي 2-0 في الدوري وبيبقى عنده 60 نقطه. اما ارسنال في المركز الرابع ب 56 نقطه، واليونايتد بيتاثر بالتعادل السلبي مع فريق ليفربول ايضا لذهابه للمركز الخامس ب 55 نقطه. مباريات الجوله القادمه في الدوري الانجليزي، وهي طبعا اسبوع يكون مؤثر، وبدانا ندخل في الاسابيع المهمه والحاسمه. توتنهام هوتسبيرز بيستضيف ارسنال بكره ان شاء الله الساعه 2:30 بتوقيت القاهره. ايضا مانشستر يونايتد هيلاعب فريق ساوثهامبتون الساعه 5 بتوقيت القاهره، وبورنموث مع مانشستر سيتي الساعه 5 بتوقيت القاهره. يوم الحد المباراه القويه جدا جدا والمنتظره بالنسبه للجمهور المصري وجمهور فريق ليفربول، ايفرتون على ملعبه في مقاطعه وديربي الميرسي سايد امام فريق ليفربول. هل تكون مباراه يعني وشها حلو وفتحه خير على محمد صلاح علشان يعود من جديد للتهديف مع فريق ليفربول؟ نتمنى ذلك ان شاء الله. نروح لقائمه الهدافين في الدوري الانجليزي، وللاسف سيرجيو اجويرو موجود في الصداره ب 18 هدف، يليه محمد صلاح ب 17 هدف، اما اوباميانج لاعب ارسنال ب 16 هدف، وهاري كين لاعب توتنهام في المركز الرابع ب 15 هدف، وساديو ماني بيعود بعد الهدفين اللي حققهم امام فريق واتفورد ب 14 هدف، واخيرا رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي ب 12 هدف. نروح لاسبانيا وجدول ترتيب الدوري الاسباني، وبرشلونه 57 نقطه في المركز الاول. المركز الثاني اتلتيكو مدريد ب 50 نقطه، وريال مدريد في المركز الثالث ب 48 نقطه، وختافي في المركز الرابع 39 نقطه. اما اشبيليه بعد الخساره القويه امام فريق برشلونه بيروح للمركز الخامس ب 37 نقطه. نروح لأهم اللقاءات في الدوري الأسباني اللي هتكون من بكرة إن شاء الله الساعة 10 إلى ربع، ولقاء الكلاسيكو واللقاء المنتظر والمرتقب ريال مدريد وبرشلونة الساعة 10 إلى ربع بتوقيت القاهرة. يوم الحد ريال سوسيداد أمام فريق أتلتيكو مدريد الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، وفالنسيا أمام أتلتيك بلباو الساعة 10 إلى ربع. نروح لقائمة الهدافين في الدوري الأسباني، وليونيل ميسي في الصدارة ب 25 هدف بعد الهاتريك اللي حققه أمام فريق أشبيلية. لويس سواريز أيضا بعد الهدف اللي أحرزه في مرمى أشبيلية بيرفع رصيده إلى 16 هدف، وكريستيان استواني في المركز الثالث لاعب جيرونا ب 13 هدف، وأنتوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ب 12 هدف، وتشارليز دياز لاعب إيبار ب 12 هدف، واخيرا اللاعب التونسي الاصل الفرنسي الجنسيه وسام بن يدر لاعب اشبيليه ب 11 هدف. نروح للدوري الايطالي وجدول ترتيب الدوري الايطالي، ويوفنتوس في المركز الاول ب 69 نقطه، وبيقرب بنسبه كبيره جدا جدا من حسم اللقب الدوري الايطالي قبل انتهاء الدوري باسابيع كثيره جدا. 69 نقطة، نابولي في المركز الثاني ب 56 نقطة، وانتر ميلان في المركز الثالث ب 47 نقطة، أما اي سي ميلان في المركز الرابع ب 45 نقطة، والميلان بيعود وبقوة، وأخيرا في المركز الخامس روما ب 44 نقطة. نروح لأبرز اللقاءات في الدوري الإيطالي واللي هيكون من النهاردة الجمعة 1 مارس، كالياري أمام فريق إنتر ميلان الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، ويوم السبت بكرة إن شاء الله ميلان أمام ساسولو الساعة 7، ولاتسيو أمام روما في قمة كبيرة جدا، قمة مدينة روما وقمة ملعب الأولمبيكو. طبعا لاتسيو وروما الاثنين موجودين في مدينة واحدة والاثنين بيلعبوا على نفس الملعب. المباراة هتكون بكرة الساعة 9:30، ويوم الحد المباراة الأقوى يعني بصراحة أسبوع قوي جدا، نابولي هيلاعب يوفنتوس في ملعب نابولي الساعة 9:30.
تعالوا نروح نشوف هدافين الدوري الإيطالي، وأكيد هو كريستيانو رونالدو 19 هدف، وكريستوف بياتيك لاعب ميلان 18 هدف، وطبعا فابيو كواريريلا لاعب سامبدوريا 17 هدف، ودوفان زاباتا لاعب أتلانتا 16 هدف، وميليتش لاعب نابولي 14 هدف، وإيمابولي لاعب لاتسيو 11 هدف. طيب خلصنا مع حضراتكم أبرز الترتيب الخاص بالدوريات العالمية، وأيضا جدول المباريات اللي هيكون من النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم الدوري الإيطالي بيبدأ النهاردة الساعة 9:30، كالياري وإنتر، وأخيرا الهدافين، وتابعنا وشفنا. هنروح لفقرة الأخبار، ودايما فقرة الأخبار بيكون معانا